حملت زيارة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية روسيا الاتحادية العديد من النتائج الإيجابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. دعوة رسمية هي الثانية التي تلقاها جلالة الملك حمد من أخيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو خلال أقل من 7 أشهر، حيث ركز الزعيمان على جملة من المواضيع تخاطب المصالح المشتركة للبلدين، مشددين في الوقت عينه على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. رسم حدود العلاقات الدولية الوثيقة والمحكمة عملية لا يمكن أن تتم إلا إذا استندت على حنكة من يديرها، إدارة صنع التقارب وتوجيه قارب الإدارة السياسية نحو وجهة نيل الفائدة المرجوة، لن يكون إلا إذا تداعت مصالح الدول المشتركة مجتمعة للنهوض بذاتها من جهة، ولنصرة الأجواء الغائمة في المنطقة التي لا زالت تعاني من سحب منخفضة وعواصف تزيد من تلاطم أمواج المشهد في المحيط الملتهب من جهة ثانية. الطريق السياسي المعبد الذي يصل شمال قارة أوراسيا وتحديدا في نصف الكرة الشرقي بجنوب غرب آسيا كان قد خطه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برؤيته الثاقبة التي اتكأت على جملة من المعطيات المنطقية تعي ماهية الدور الحيوي الذي تؤديه جمهورية روسيا الاتحادية سياسيا وتراعي ثقلها الاقتصادي والعسكري في المنطقة والعالم أجمع. زيارة رسمية امتلأ وفاضها وفاضت سلتها بالعديد من المكاسب السياسية والتجارية والعسكرية، فمنذ اللحظات الأولى وما إن وطأت قدم جلالة الملك حمد أرض العاصمة موسكو بدعوة كريمة كان قد تلقاها جلالته من قبل رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة فلاديمير بوتين، حتى أفضى البروتوكول المؤطر لبرنامج الزيارة الإيجابية الرغبة بالتوجه نحو مدينة كوبينكا الروسية لحضور فعاليات المعرض الروسي العسكري الجيش 2016، حيث قام جلالة الملك المفدى يرافقه ثلة من المسؤولين الروس بالاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الروسية كمنظومة الدفاعات الصاروخية والجوية ودبابة أرماتا التي تعد أحدث دبابة روسية وغيرها من المعدات العسكرية المبتكرة. قوافل أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وروسيا طلت برواحلها لتطال عالم الفضاء أيضا، حيث أبدى جلالة الملك حمد خلال محادثات جمعته بنائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون المجمع العسكري حرصه على ضرورة الاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال بالشكل الذي يحقق احتياجات البحرين وتطلعاتها المستقبلية. اللقاء المرتقب لجلالة الملك المفدى بأخيه فلاديمير بوتين كان قد حان ليشهد تفاصيله ونتائجه المثمرة قصر الكرملين، إذ بادر فخامة الرئيس الروسي الترحيب بجلالته مؤكدا في الوقت عينه على عمق العلاقة التي تجمع موسكو بالمنامة، إلى جانب رغبة بلاده المستمرة في زيادة حصيلة التفاهمات والاتفاقيات التجارية مع البحرين في المجالات كافة، مشيدا في السياق ذاته بالدور الهام الذي يقوم به جلالته تجاه مختلف القضايا الدولية الراهنة وسعيه الدؤوب لتحقيق السلام في المنطقة. في المقابل لم يخفي عاهل البلاد المفدى سعادته وشكره لفخامة الرئيس الروسي على دعوته الكريمة لزيارة موسكو، مقدرا له ما لقيه من حسن استقبال وحفاوة، مشيرا جلالته إلى أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لما تم بناؤه من علاقات طيبة تترجم على أرض الواقع ما تم الاتفاق عليه في السابق بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما، مبينا في هذا الإطار إلى أن التعاون الثنائي قد شهد نموا مضطردا خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية والسياحية وحتى شؤون الطاقة في ضوء برامج العمل المشترك الموقعة بين الجانبين. محاور المباحثات الثنائية
سارعت في الإتيان على مناقشة التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن قراءة ملامح الأحداث المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، ناهيك عن التأكيد على أهمية صون الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف. عوائد هذه الزيارة المهمة بانت من خلال جني محصول عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين، إذ أشرف الزعيمان على توقيع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية تتعلق بإنشاء اللجنة الحكومية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، اتفاقية أخرى تحاكي توسيع نطاق التعاون العسكري بين موسكو والمنامة، مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنفط والغاز بالمملكة وشركة غاز بروم الروسية بشأن التعاون في مجال الغاز المسال، مذكرة تفاهم ثانية وقعت عليها الشركة القابضة للنفط والغاز بالمملكة وشركة روس جيولوجيا الروسية تعنى بمجال أعمال المسح الجيوفيزيائي لأغراض استكشاف وإنتاج النفط والغاز. زيارة حققت المراد منها في بناء أساس صلب من العلاقة المتينة بين الدولتين الصديقتين، فهي من سيقت حيثياتها ووضعت يدها على مكامن الحلول المساهمة في نهوض البلدين وازدهارهما في وقت تعج فيه سماء السياسة بالعديد من التجاذبات واختلاف في المصالح. هكذا يورد المنطق. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.